مصادر ايضا بس ارتب هذه. فايضا هنا ترتبت عندي حسب طريقه شيكاغو، وارجع مره ثانيه ارجع الى طريقتنا اللي هي الاي تربل اي. هذه كانت طريقه التوثيق سهله وبسيطه بالمندلي. هسه اجي اذا ردت بعد فتره قريت الشابتر عندي واريد يعني احذف يعني فد باراجراف معين، فاجي مثلا هذا الباراجراف الثاني اريد احذفه، الباراجراف الثاني اريد احذفه، فالثاني لان تكرر عندي خلي احذف الثالث، خلي نحذف الباراجراف الثالث. الثالث خلي نشوف هو المن عائد المصدر. شوف الباراجراف الثالث اللي هو ماكو هنا اسم باحث، هو هذا الفولي ديفلوب، فهذا المفروض راح ينحذف عندي، المفروض من قائمة المصادر رقم 3 ينحذف، ورقم 4 يصعد هو يصير رقم 3، يصير هنا قائمة المصادر ويصير وين؟ بالمتن. بالمتن هسه أنا من أحذف رقم 3 يعني الباراجراف اللي هو مصدر 3، فتلاحظ هنا هذه الأربعة هي راح تصير 3، وهنا بقائمة المصادر هذا اس هذا تامنة المفروض هسه هو هنا يصير رقم 3. فخلي نجرب، خلي نحذف هذا الباراجراف اللي هو يحمل المصدر الثالث. هسه تلاحظ حذفنا المصدر الثالث، بس ايش بقى عندي؟ المصدر الاول والثاني والرابع. زين هنا شو الرابع ما صار 3، وهنا بقت هنا 3 ما انحذفت قائمة المصادر، والأربعة بقت أربعة طبعا تبقى. ليش؟ لأنه أنت تحتاج تروح إلى هذه كلمة ريفريش. إذا هو هنا من أنت حذفت ما راح يعيد لك الترتيب الجديد إذا ما تسوي ريفريش، فأنا راح أسوي ريفريش فألاحظ أنه صارت عندي الأس تامنة صار هو 3، قبل كان شقيت كان 4، هسه صار هو الثلاثة والمصدر الثالث انحذف عندي، وهنا صار عندي الباراجراف 4 صار 3. فإذا ظلت البحوث عندي 1 2 3، وهذا الأخير اللي احنا رجعنا مرة ثانية سويناه 2. هذه في حالة انه انت تريد تحذف فد باراجراف معين. هذه الطريقة ما اعتقد يعني سهلة وبسيطة، انه تقدر انت جربنا احنا قدامك انه تقدر تحذف الباراجراف، اي باراجراف صار عندك به خطأ تحذفه، ولا راح تنعاد ينعاد ترتيب المصادر. اذا عندك هذه البرامج راح توفر الوقت عليك وممكن الاخطاء اللي تصير، لانه كثير من الاطاريح يصير بيها اخطاء بترتيب المصادر. ليش؟ لأن انه احنا راح نحذف باراجراف، نشيل هذا الباراجراف نوديه مثلا في نهايه الشابتر، يعني نعيد الترتيب، وبالتالي المصادر راح لازم نقعد يدويا نرجع نرتبها. فهذا البرنامج راح يسهل عليك ترتيب المراجع، وراح يوفر عليك الوقت اللي انت تحتاج وقت وجهد ودوخه، يعني انت راح ترجع مره ثانيه يعني تجيب هذا المصدر تعيد الأرقام مالت، بينما هنا هو راح يعيد لك ترتيب الأرقام. خلي نفرض احنا راح نخلي بعد رقم 3 اجي اريد اضيف هنا باراجراف، فالمفروض راح ينضاف عندي شنو؟ مصدر رقم 4، او اريد مثلا بين 2 و3
خلونا نضيف بين 2 و3 نضيف مصدر، هنا نريد بين 2 و3 نضيف مصدر. خلينا نرجع نشوف من هي الاثنين والثلاثة، خلينا نحفظهم. الاثنين اللي هو هنا عندي WS والثلاثة اللي هو S تامنة. فالمفروض بين ذول رح يجي ينضاف عندي مصدر جديد، فخلينا ناخذ فد مصدر جديد. هنا ارجع الى المكتبه مالتي، راح ارجع الى بحث مثلا، هذا بحث جديد، فتحت هنا بحث جديد. شنو اسم البحث اللي هو عندي؟ Natural Convection. فراح اجي اخذ مثلا عندي هذا الباراجراف، اخذت هذا الباراجراف كوبي واجي اخليه هنا عندي بين مصدر 2 وبين مصدر 3. فالمفروض مصدر 3 ايش راح يصير؟ من هو 3؟ هذا الاس تامنا يصير 4. زين اني فالمفروض الثلاثه هنا راح يصير 4. فنشوف راح يصير عندي، راح خليت عندي هنا خليت هذا الباراجراف ضفته، اريد اضيف له citation. اروح الى اسم البحث نفس الشيء، ارجع الى word reference، اروح الى insert citation، اخلي اسم البحث، اقول له اوكي. صار عندي، شوفوا هنا هو صار 3 والثلاثة ايش قد صار؟ صار 4. فخلينا نشوف انضاف عندي هنا، انضاف. اذا ما انضاف قلنا شو تسوي؟ تروح تسوي ريفريش. هنا هو انضاف عندي الثلاثة اللي هو اس تامنا صار 4، وصار هذا الام اي صار بين رقم 2 وبين رقم 3. انضاف اوتوماتيكيا المصدر وينكتب بدون ما انت تقعد تكتب يعني تدوخ نفسك، هو راح ينضاف عندك البحث او المصدر، يعني كتابة كاملة راح تنضاف عندك. اذا كنت تشتغل في صفحة منفصلة فعادي انت بس مجرد تتأشر بالماوس جوا كلمة ريفرنس ومنها تروح على insert citation وتكون نفس ال نعم. شنو عندنا بعد؟ هاي اليوم التطبيق اللي يعني حبيت أوضح لكم إياه. طبعا أنت عندك مكتبة مندلي هنا، مثل ما قلنا البارحة ممكن أنت تبحث عن يعني أي مصدر، بس المهم يكون المصدر موجود عندك. دكتورة. نعم يعني. دكتورة أعتذر عن المقاطعة، بس أكثر من مشارك طلب من حضرتك إذا ممكن تعيدين طريقة تحديث المصادر. نعم هسه أعيدها. نعم. تسلمين دكتورة. العفو. في حال أنه أنا رح أعيد لكم خطوة الحذف والإضافة، ما طول عندنا يعني بعد وقت، لأن هي هاي أهم خطوة ممكن إنه نغلط بيها. مثلا أنا عندي هذا هسه أريد أحذف المصدر الثالث، خلينا نشوف المصدر الثالث هذا أريد أحذفه، فخلي أروح أشوف المصدر الثالث شنو اسمه، اسمه هذا الام اي، فخلي أشوفه ينحذف عندي، والمفروض المصدر الرابع يصعد يصير هو المصدر الثالث. أروح أنا هذا الباراجراف أجي أريد أحذفه، تشيله هو يعني كله هو والمصدر، يعني الرقم مالت المصدر. فمجرد ما أشرت عليه بالكليك هذه وأجي أسوي له ديليت. زين، من سويت له ديليت، ما خلينا أنزل قائمة المصادر.
المفروض الأربعة شو يصير عندي؟ يصير ثلاثة، لأن أنا حذفت مصدر ثلاثة، المفروض هذا يساعد يصير عندي ثلاثة. هسا أنا كان هذا عندي المصدر ثلاثة اللي أنا أريد أحذفه، واللي بعده اللي هو أربعة، فأني من أحذف ثلاثة المفروض مصدر هذا أربعة بعد كلمة ميديا المفروض تصير ثلاثة عندي، فأني راح أجي أحذف وأشوف صارت عندي ثلاثة ما صارت عندي ثلاثة، طبعا ما تصير عندك، ما تصير عندك لأنه وهنا أيضا بالرفرنس خلي نشوف انحذف عندي مصدر رقم ثلاثة، أشوفه مصدر رقم ثلاثة اللي أنا أريد أحذفه باقي، فأني شو أسوي؟ اروح اسوي له من هنا ريفرش، ريفرش يعني راح يعيد الصفحه، يسوي لها صفحه الوورد يسوي لها ريفرش ويعيد الترتيب، فمجرد ما اضغط على ريفرش شوف راسا صارت الاربع ثلاثه. المفروض بقائمه المصادر ايضا عندي شوف ترتبت ثلاثه مصادر فقط، فإذا هنا انشال عندي بحث رقم ثلاثة وأربعة شنو صار؟ صار ثلاثة، صعد رقم أربعة صار رقم ثلاثة. زين هسه أنا أريد هذا اللي أضيف مصدر بين اثنين وثلاثة، وحتى يصير رقم ثلاثة يصير عندي أربعة، أريد أضيف مصدر بيناتهم بين رقم اثنين ورقم ثلاثة، أريد أضيف هنا فد مصدر. المفروض شو يصير عندي؟ المفروض يرجع رقم ثلاثة شو يصير بعد كلمة ميديا؟ يصير عندي أربعة، ولأنه راح أضيف أني بحث بين من؟ بين اثنين وثلاثة. فأروح مثلا هنا اخذ هاي كوبي اذا ضفت هنا عندي باراجراف هذا واريد اوثقه فهو لازم شي يصير عندي هو اوتوماتيكيا راح يرقم لي ثلاثة انا ما لي علاقة ما رقم انا ضفته واريد اوثقه ما ادوخ نفسي بالترقيم هو راح يرقم لي فش احتاج؟ احتاج من هنا اسم البحث واروح الى الوورد عندي اسوي له من ريفرنس اسوي له انسيرت سايتيشن طلعت عندي هاي الواجهه ضفت اسم البحث اللي انا اخذت من عنده الباراجراف قلت له اوكي هو رقم لي ثلاثه زين بقى هذا ثلاثة والبعدة أيضا ثلاثة خلي أشوف انضاف عندي بقائمة المصادر ماكو ما انضاف المفروض أنا عندي أربع بحوث المفروض أنا عندي أربع بحوث طبعا ما تنضاف ليش؟ لأن قلنا أحتاج أسوي شنو؟ ريفريش فهنا أشوف ليش أنا أخذت من نفس المصدر إذا أنا أخذت من نفس هذا المصدر أخذت هذا الباراجراف، خلي أروح آخذ من مصدر بعده، مثلا من هذا المصدر. أو أروح آخذ من مصدر جديد أحسن، خلي آخذ من هذا المصدر، آخذ باراجراف، فأخذت من مصدر جديد، فشفت طبعا زين هاي الحالة يعني صارت يعني صارت يعني همزياً طبيعياً إنه تكرر عندي رقم المصدر ثلاثة بثلاثة أوكي هسه أريد بيناتهم هنا بين اثنين وثلاثة أريد أخلي فد باراجراف معين فخليت هنا عندي هذا الباراجراف اللي أنا اختاريته وأريد أوثقه هنشوف شلون راح يصير الترقيم عندي إذا منها أروح على reference insert citation أخلي اسم البحث أقول له أوكي صار عندي هذا رقم ثلاثة والبعدة صار شنو عندي رقم أربعة وهذا أيضا أربعة لأنه هو كان أساسا ثلاثة خلينا نشوف نضاف قائمة المصادر
نعم انضاف عندي، صارت عندي 4 بحوث، فصارت عندي انضاف بحث. هذا كان الرقم 4 كان هذا المفروض 3، بس انا من ضفت بحث بيناتهم فانضاف هذا اس رشيديا صار هو 3، والاس تامنا صار هو 4. هاي يبقى يعني انت تجرب بالبيت طريقة، انت اهم شيء عندك هي هاي طريقة الحذف والاضافة، لانه احنا من نكتب يعني ممكن لاخر لحظة حتى من يعني دا نسلم الاطروحة او حتى البحث من دا نريد نسلمه للمجلة، مرات نحذف باراجراف معين يعني من دا نقرأ آخر شيء ودا ننظف، ممكن يعني بآخر لحظة ممكن نحذف لنا فد باراجراف هو والمصدر مالته، فهذه تفيدك يعني بالبحوث بكتابة البحوث يعني، وحتى بالأطاريح يعني بالأطاريح أهم، لأنه يعني أنت عندك عدد المصادر كبير يعني مرات يوصل فوق 100 مصدر، إذا في الأطاريح الدكتوراه برسائل الماجستير ممكن توصل إلى 70-50 مصدر، فتكون يعني إعادة ترقيمها يعني التحكم بها تكون شوية صعبة. فممكن تستخدم برنامج سهل جدا بالبيت، يعني سأرجع تتمرن يعني طريقة الحذف والإضافة تشوفها يعني سهلة وبسيطة جدا. ردت بدون البرنامج مثل ما يعني وضحت لكم، ممكن تاخذ يعني المصدر شلون مكتوب تاخذه من جوجل سكولر، هاي بدون لا انت تكتبها يدويا، مجرد كوبي بيست وبدون برنامج. نعم إذا يعني أكون يعني بعد استفسار أنا حاضرة يعني عادة إذا تردون مرة ثانية. هذا كان أدنى التطبيق، إن شاء الله ما أكون نسيت فتشي. طبعا هنا أنا بس أريد أذكرك البارحة لأنه سألت مين نحمل البرنامج أو ننصبه، يعني تحميل البرنامج أو تنصيبه هذه سألت عليه. أما تكتب هنا منزلي وتطلع لك الواجهة، هاي واجهة منزلي، أو تأخذ هذا الرابط يعني تكتبه في محرك البحث وتطلع لك هذه الواجهة، ومن الواجهة من هنا أكو كلمة داونلود تروح تسوي لها داونلود للبرنامج. إذا تطلع لك واجهة مندلي الواجهة مالت البرنامج، فتسوي داونلود من هذه العلامة الصفراء هذه الظاهرة أمامكم، فراح يبدي ينقلك إلى واجهة التنصيب على الحاسبة، كلها تسوي لها نيكست وتختار لمكان مثلا للتنصيب بالسي أو بالتي بكيفك، وآخر شيء تسوي له فينيش، وبعد الفينيش من تظهر عندك بالحاسبة الأيقونة من تضغط عليها راح تنفتح لك هذه الواجهة، يريد من عندك اشتراك تسجيل يعني تسجيل دخول، فتسجيل دخول هذا يكون مجاني، مجرد انه تكتب معلوماتك اسمك والإيميل والباسورد اللي انت تختاره فيسوي لك اشتراك. فهنا تدخل الإيميل بعد ما يعني سجلت وكملت التسجيل وتدخل الباسورد، فراح تنفتح لك واجهة البرنامج مثل هذه وتبدي تشتغل. برنامج التحميل مالته سهل جدا، مجاني ما تحتاج به اشتراك، وسهل يعني بشكل يعني هسه شفتوا انه البرنامج ايش قد سهل. ممكن اهم شيء اريد اذكرك انه بالبرنامج تسوي انستول، بالبرنامج المنزلي هنا تروح على هنا عندك من تولز تروح على انستول، لانه انت يعني ما منص يعني ما الوورد ما متعرف عليه لانه انت بعدك ما مشتغل بيه، يعني
أول ما تفتح البرنامج أهم شيء تسوي له انستول. إذا رحت فتحت الوورد وشفت ما متنصب عندك، ارجع مرة ثانية سد الوورد وارجع مرة ثانية إلى مندلي وروح على هاي نفسها انستول، وعيد مرة ثانية تنصيب انستول وورد وافتح الوورد راح. بس هو من أول مرة بس تسوي منها من تولز تسوي له انستول. اني لان منصبته فدي يقول لي تريد ان انستول، يعني نشيل لك المندلي من الوورد. اي فهنا اذا ضغطت عليه فراح ينشال عندي المندلي من الوورد. اي بس هاي انت بالبدايه يعني من تفتح البرنامج لازم تسوي له انستول على الوورد. فمن تفتح الوورد راح تلاقي يعني راح تشوفه موجوده، هاي السكشن انضافت عندك. هاي الخطوات هسه اللي انا شرحتها كلها موجوده. شلون اختيار النمط بالوورد، هسه احنا شفنا اختارينا اكثر من نمط، اختارينا الاي تربل اي، اختارينا الاي بي اي، اختارينا شيكاغو، كلها موجوده. ادراج المراجع تكون عندك من الانسيرت بابليغرافي، راح بس تضغط عليها راح تنضاف المصادر اللي انت موثقها بالشابترات اللي عندك او بالبحث. وشكرا جزيلا اني. شكرا جزيلا دكتوره لحضرتك، تعبنا. لا بالعكس بالعكس اني بالعكس. الله يحفظك دكتورة. طبعا كلمات الشكر من المشاركين لحضرتك، مستمرة بالشكر على الشرح الوافي وسهولة الطرح. شكرا جزيلا، أنا أشكر حضورهم وأشكرك ست هبة، أشكر زملائي دكتورة منى ودكتور عادل لأنه ساعدوني بالبرزنتيشن، ومنونة للحضور الكرام وشكرا أني. شكرا جزيلا ست دكتورة منيا. شكرا أني دكتور عادل. دكتورة ممكن يعني أنا من نصبت البرنامج الأيقونة ما تطلع بهذا الشكل، نقدر يعني نعرضها لتظهر يعني بشكل حديث أحدث لو تدخل النار؟ راح أسوي ستوب وشير حضرتك. إن شاء الله. شكرا جزيلا. ظاهرة الشاشة؟ نعم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نشكر جهود دكتور دمياء وست هبة على الجهود اللي يبذلوها في هذه الورشة، وطبعا المعلومات اللي قدمتها دكتورة دمياء كلش قيمة ومفيدة، وطبعا أنا ما راح أضيف شيء جديد على اللي إضافته دكتورة دمياء. فقط أنا لاحظت أنه من جيت نصبت هسه بالوورد، يعني إذا جيت فتح الصفحة ألاحظ من أجي للرفرنس ألاحظ المندلي، ما أعرف يعني هل هو يعتبر هذا أبديت أو فشي حديث، يعني ما تظهر بها التفاصيل اللي ذكرتها بها دكتورة ضميانة المندلي اللي منصب على الديسكتوب. بس من أجي هسه مثلا أفتح المندلي من أنا الواجهة نفس الواجهة، يعني نفس هذه، وما راح أضيف شيء قلنا جديد. يعني إذا أجي أخذ أي رفرنس معين من هنا وأخذ فجزء من عده، يعني أي جزء أسوي له كوبي وأضيفه هنا بيست مثلا أي باراجراف، سنقلل من هذا الجزء وأريد أسوي له سايتيشن هذا الجزء، لاحظ هسه اللي لاحظته طبعا ما عرفاني، فقط حتى اخاف الـ يعني الساده الحضور مثلا ينصبون يكون اكو فرق، ما اعرف من اجي اضغط سايتيشن هنا أنا الاحظ يعني ماكو هاي الفقرات اللي هي مال انسيرت، وهذه راح تظهر لي طبعا هنا أنا بمينتي سايتيشن هنا أنا تظهر لي كل البحوث اللي هي موجوده وين على طبعا هنقدر نحددها من الرفرنس. فمثلا اجي اختار من هنا
راح اقول له insert citation، راح يظهر لي insert citation بالستايل اللي ذكرته دكتورة ضمياء اللي هي الـ APA والـ AML والـ يعني. بس من اجي اذا اغير يعني اجي على الـ citation setting اجي change in citation style، راح اجي اغير بالستايل اللي هي IEEE اللي هي المعتمدة عندنا. فمن اجي اغير اقول له update citation، راح رأسا هو لاحظ غير لي. يعني هذا فجزء ما اعرف انه يعتبر انه كابديت تحديد او اذا احد نصبه يعني تظهر له بهذه الصيغة. مثلا ناخذ سكشن ثاني يعني ناخذ يعني عيد على اللايبراري طريقة دكتور رمية. طبعا قلنا ما راح اضيف معلومة جديدة على الكلام لان كلش وافي اللي هي انطته، فقط مجرد تعريج على هاي الحالة. اخاف انه بعض الاخوة ينصبون ويطلع هيك حالة. فمن اجي اسوي كوبيست اذا اخذ سايتيشن ثاني اقول له بيست هنا أنا. ارجع للرفرنس، راح اطلع لي كل الرفرنس. ناخذ مثلا الرفرنس الثاني اقول له انسيرت، راح رأسا هو اخذ الستايل اللي اريده. اريد اضيف كرفرنس اجي كلمة مور اقول له ايضا انسيرت من هنا اضيفه، اقول له كونتينيو راح يضيف لي المصدرين اللي انا كتبتهم هنا، راح يضيف المصدرين اللي هو 1 و2 وبالستايل اللي هو IEEE. طبعا انا بس مجرد تعريج على كلام اختي دكتورة ضمياء طبعا على هذه. فاخاف يعني احد الاخوة يصادف انه يظهر له الايكون بهذا الشكل، ما يظهر له بها تفاصيل مثل ما طرقت لها دكتوره ضمياء. وشكرا على الاضافه هذه واسف على ازعاج دكتوره ضمياء. لا عيني بالعكس دكتور. دكتور اعتقد انه يمكن لانه الوورد يختلف عندك. لقيت الوورد انا 2010. لا انا 19. اي شوف هذا يعني بسبب الوورد. فاني عندي يعني قديم يعني هو اصلا حتى منزل يعني من الصبح قديم والوورد عندي 2010 فظهرت عندي بالشكل التالي. فهو لانه اكو اختلاف في الوورد يعني بس هو ناظر انه بس مجرد انه حتى يطلعون علي الاخوه يعني اخاف يعني انا يعني كلش اشكرك انه بينت لنا ووضحت لنا حتى المشاركين يشوفون اذا طلع لهم مثلا يقولون اكو خطا يعني عندنا. ان شاء الله. لا بالعكس انا اشكرك دكتوره. لا بسيتي بس الصوت ما واضح. العفو دكتورة، العفو دكتورة، أنا أمكن بس توضحين تفاصيل الاختبار يعني طبيعة الأسئلة اللي إن شاء الله تكون بالاختبار يوم غدا. نعم، بالنسبة للاختبار هو بيكون بسكشنات 2، السكشن الأول اللي هو المالتي تشويس والسكشن الثاني اللي هو الترو فولز اللي هو صح وخطأ. الأسئلة كلها باللغة العربية، ما جبت يعني او ما يعني اتفقنا ما نجيب باللغه الانجليزيه لانه كان العرض هو كله باللغه العربيه. فالاسئله باللغه العربيه والاختيارات ايضا باللغه العربيه. الاختيارات 20 والصح وخطا 20، اذا المجموع كله هو 40 سؤال والمده اللي هي 45 دقيقه. و نعم الاختيارات انه تكون عنده 4 اختيارات لكل فقرة ويختار من عندها الجواب الصحيح، وهي كلها تكون كانت يعني من ضمن المادة اللي نطيناها اللي هي راح تنزل اليوم. بالتأكيد دكتورة ان شاء الله تنزل اليوم. احنا وصلتنا يعني المشاركين اللي سلم انه هي ما نزلت لحد الان، احنا وصلتنا البارحة لانه دكتورة ضمياء مشكورة دمجت كل المحاضرات في مادة واحدة حتى ما تضيع عليكم بقناة التليجرام. ان شاء الله خلال ساعة على الاكثر تكون موجودة على قناة التليجرام
بالإضافة لهذا إنه كل الفيديوهات الخاصة بالدورة من أول يوم إلى غاية البارحة موجودة أيضا بالقناة، والفيديو الخاص بهذا اليوم إن شاء الله بعد ما تنتهي المحاضرة يكون موجود على اليوتيوب. الامتحان مثل ما ذكر الدكتورة ضمياء 45 دقيقة إن شاء الله يوم غد الساعة 5:15 يبدأ الامتحان، هذه ربع ساعة حتى المشاركين يتجمعون ما يصير أي تأخير. أخاف يعني مشارك ما انتبه، أكو هواية من المشاركين غادروا قبل أن يعني قبل لا يسمعون تفاصيل الاختبار، فحتى هذا الوقت يكون من صالح الجميع. إن شاء الله الاختبار يوم غد الساعة 5:15 مدة الاختبار 45 دقيقة. بالنسبة للأسئلة وضحتها دكتورة ضمياء، الاختبار بالكامل من 80 يعني 40 درجة على الاختيارات و40 درجة على الترو فولز، الحضور عليه 20 درجة، كل يوم 5 درجات، يوم الاختبار غير مشمول بالحضور، وعلى الأقل يكون كل مشارك حاصل على درجة 70 فما فوق بمجموع الحضور والاختبار، بالإضافة إلى هذا شرط حضور يومين على الأقل من أيام الدورة حتى المشارك يحصل على الشهادة. يعني الشهادة تمنح للمشاركين اللي يحصلون على درجة 70 فما فوق بمجموع الحضور والاختبار مع شرط حضور يومين على الأقل من أيام الدورة. هذه بما يخص الاختبار. إذا أي مشارك عنده سؤال أو استفسار يخص البرنامج يا ريت يكتبه أو يخص الدورة بالكامل قبل أن نختم الدورة بشكل كامل مع الدكاترة. رابط الامتحان يكون مشابه لرابط استمارة الحضور وينشر فقط في المنصة، يعني تدخلون للمنصة الاعتيادية كأنما محاضرة مثل أيام الدورة الاعتيادية، لكن رابط الحضور غير موجود يوم غد، يعيض عنه أو يستبدل برابط الاختبار. تسجلون معلوماتكم ونأكد على تسجيل الاسم بصورة صحيحة والإيميل بصورة صحيحة. بعد أن تأدون الاختبار كل مشارك تظهر له درجة نهاية الاختبار، الدرجة اللي تظهر نهاية الاختبار هي من 80 بدون إضافة الحضور. من بعدها كل مشارك يعرف كم يوم حضر في الدورة، يضيف عن كل يوم 5 درجات. طيب دكتورة بما أنه وضحنا كل التفاصيل، إذا عند حضرتك أو دكتور عادل كلمة أخيرة قبل أن نختم الدورة بشكل كامل. والله أني أشكرك يعني هواي هواي ستي بي، يعني على جهودك ويانا، ويعني هذا نفسك الطيب ويانا، وشكري الجزيل إلى جميع الحضور، ويعني أعتذر أنه في بعض الأحيان كانت هنالك إطالة لكن هي لإفادتهم، يعني أريد أنطي المعلومة، وشكري الجزيل لكم ولزملائي دكتورة منى دكتور عادل والحضرتك وكل الزملاء اللي وياك، لأنه إحنا بس نعرف حضرتك عندنا تواصل وياك، لكن سلامنا وشكرنا الجزيل لكل الزملاء اللي ويا حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتورة، شكرا جزيلا. مشاركينا الكرام شكرا جزيلا لحضوركم وتفاعلكم خلال هذه الدورة. اليوم الأخير لهذه الدورة انتهت الحمد لله، وإن شاء الله استفاديتوا من هذه الدورة أو كل التفاصيل اللي ذكرت من قبل الأساتذة سواء الأستاذ الدكتورة منى أو أستاذ مساعد الدكتورة ضمياء أو المدرس الدكتور عادل. إن شاء الله استفاديتم من هذه الدورة، تفاصيل الاختبار وضحت. إن شاء الله ننتظركم يوم غد الساعة 5:15 على المنصة، المادة إن شاء الله خلال ساعة تكون موجودة على قناة التليجرام واليوتيوب، موجود كل التفاصيل الخاصة بالدورة من أول يوم إلى غاية اليوم. إذا أي مشارك فات أن يسمعنا بتفاصيل الاختبار أو غادر لأي سبب معين ممكن يعيد الفيديو ويستمع لكل التفاصيل. جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم على حضور هذه الدورة، وبالتأكيد الشكر موصول للأساتذة الدكاترة من الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم هندسة الميكانيك على تقديم هذه الدورة. جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم، ونتمنى التعامل المستمر مع حضراتكم. شكرا جزيلا للجميع ومع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.